سماع الطريق يتقدم منه فالبري. يبقى الأقلية يبقى إن إحنا يأذن سادة الأعضاء القرار يأذن المجلس في سماع أقوال السيد العضو في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والمقيدة برقم 104 لسنة 2020 على واجب فحص أخذ رأي المكتب الفني بدون اتخاذ أي إجراء آخر إلا بعد استئذان المكتب. لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة